بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ محاضرة النهاردة في الفصل الثاني. هنبدأ في جمل الاستعلام الأساسية. جمل الاستعلام الأساسية، طبعا احنا درسنا قبل كده جمل الاستعلام الأساسية، في لكن من أهميتها لازم ندرسها تاني قبل ما ندخل في جمل الاستعلام المركبة أو اللي هو بيسموها النستد كويريز. فلازم يبقى معانا في ذهننا جمل الاستعلام الأساسية، هنقولها طبعا نشرحها بالتفصيل. طيب هنفتح الأوراكل مع بعض، طبعا هناخد رحلة شوية مع الأوراكل، هنعيش معاه شوية عشان نرجع طبعا لما نشتغل عملي نبقى عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط. أول ما بنفتح الأوراكل بيطلع لنا الشاشة دي، بعدين بنضغط على آخر واحدة، آخر اختيار اللي هو ابلكيشن اكسبريس، فيبقى معانا اليوزر نيم والباسورد اللي احنا استخدمناهم ساعة إنشاء الايه او ساعة السيت اب بتاع السيستم، ساعة السيت اب. تمام، ف هيبدأ يطلب طبعا ايه ده السيستم يوزرز اللي هو السيستم وسيستم. انا كنت عامل اليوزر نيم والباسورد كده، بعد كده ندخل هنا على already have an account، بعد كده بكتب اتش ار والامبلوي. والامبلوي طبعا لو انت لو انتوا عاملين يوزرز تانية فبتكتبوا اليوزرز اللي انتوا عاملينه. طيب بعد كده هندخل على لوجن. طب الامب والامب ده اتعمل ازاي؟ الامب ده يعني الامب اليوزر نيم امب والباسورد امب والورك سبيس اتش ار اتعملت ازاي؟ نرجع خطوه لورا كده واقول لكم اتعملت ازاي. اضغط على يوز اكزيستنج يوزر، وبعدين ده في الاول خالص قبل اول ما بدخل الشاشه دي، يعني اول مره بدخل الشاشه دي كده بعمل ابلكيشن اكسبريس اول مره اول ما بشغل. فبعد كده بقول له يوز اكزيستنج، وبعدين اختار من هنا الاتش ار، وبعدين اكتب امب امب امب، يعني اكتب هنا امب تاب امب تاب امب، كل ده امب امبلويز، اليوزر نيم امب والباسورد برضو امب. وبعد كده تضغطي على كرييت ورك سبيس. بعد ما تضغطي على كرييت ورك سبيس خلاص ده اتخلق معايا، بس هو خلاص اوريدي اكزيستنج معايا، فبدخل من هنا اتش ار وامب وامب، فخلاص انا عملته اصلا قبل كده مره، فانا بس كنت بوريكم بيتعمل ازاي. فبعد كده بعمل لوجن. دخلنا على اللوجن عندنا يعني في تبويبين رئيسيين عندنا، الابلكيشن بيلدر والاس كيو ال ورك شوب، الاثنين دول اهم اثنين. طبعا الادمنستريشن برضو مهمه، بحيث ان احنا لو عايزين نضيف يوزر نحذف يوزر نعدل الباسورد بتاع اليوزر في الادمنستريشن، لكن خلينا ناخد الابلكيشن بيلدر الاول. الابلكيشن بيلدر هو عباره عن ان انا بستخدم بعمل كرييت لحاجات جديدة زي نماذج، مثلا بعمل سامبل ابلكيشن، بعمل حاجة اسمها ويب شيت، الكلام ده كله لو عايز اعمل ابلكيشن والابلكيشن ده يتوزع على اليوزرز. يعني انا مثلا ايه واحد بتاع صيدلية بيقول لي اعمل برنامج، والبرنامج بعمل قاعدة البيانات، وبعد كده باجي هنا وبعمل انترفيس او واجهة رئيسية للبرنامج. بعد ما بخلص الواجهة الرئيسية اللي هي دي اللي هي الابلكيشن بيلدر، بعد كده بودي البرنامج لليوزر اللي هو شغال في الصيدليه عشان يبدا يشتغل عليه. فالابلكيشن بيلدر دي هي الواجهه الرئيسيه اللي اليوزر بيشوفها. فدي طبعا احنا لم نتطرق الى الابلكيشن بيلدر، ولكن عايز اعرفكم ان هو موجود يعني. بعد كده الاس كيو ال ورك شوب، يعني نقدر نقول الابلكيشن بيلدر هو الواجهه الرئيسيه للمستخدم، والاس كيو ال ورك شوب هي اللي في الخلف اللي هي الباك بون، الباك بون او الباك اللي هي بيسموها ناحيه السيرفر اكتر، نقدر نقول دي ناحيه السيرفر ودي ناحيه الابلكيشن بيلدر ناحيه الكلاينت. نفتح الاس كيو ال، هنلاقي حاجتين برضو رئيسيتين، حاجه اسمها اوبجكت براوزر وحاجه اسمها اس كيو ال كوماندز. الاوبجكت براوزر هنشوف فيه هنلاقي فيه كل الجداول اللي موجود عندنا، عندنا جدول اسمه كانتريز للدول والاقطار، ديبارتمنتس للاقسام. طبعا دي يبدو ان هي قاعده بيانات بتاعت شركه فيها الدول، طبعا عشان نقول الموظف الفلاني من الدوله الفلانيه
او الفرع الفلاني في المكان الفلاني، والديبارتمنتس اللي هي الاقسام، والامبلويز اللي هم الموظفين، والجوبز اللي هي الوظائف، والجوب هيستوري اللي هي التاريخ الوظيفي، واللوكيشنز اللي هي المواقع المختلفه، والريجونز اللي هي المناطق المختلفه. ده بالنسبه للتيبلز. في حاجه ثانيه غير التيبلز، في حاجه اسمها فيوز. في عندنا بس في حاجه اسمها امب ديتيلز فيوز، عندنا برضو انديسيز. الانديسيز دي اللي بنعمل بيها سيكونسز وحاجات زي كده، وبرضو في سيكونسز وفي تايبس انواع مختلفه، وفي باكجز، وفي بروسيدجرز. البروسيدجرز مهمه جدا، لان احنا احيانا بنقعد نعمل كود طويل جدا ونحطه جوه الداتابيز، بدل ما نقعد كل شويه نعمله في ستورد بروسيدجر، البروسيدجر يقعد يتنفذ لما نطلب منه يعمل الفانكشن دي. الفانكشنز برضو نفس الحكايه، والتريجرز اللي احيانا بنحتاج تريجر لما موظف مثلا سنه يبلغ السن الفلاني، فبنعمل تريجر، الداتابيز تعمل لنا حاجه اسمها تريجر، وهكذا. فدي كلها اسمها الايه، الاوبجكتس اللي موجوده جوه الداتابيز بتاعتنا. اشهر الاوبجكتس اللي احنا هنشتغل عليهم النهارده السنه دي اللي هو التيبلز، ودي مجموعه التيبلز اللي موجوده في قاعده البيانات بتاعه الشركه اللي احنا بنشتغل عليها. طيب ده بالنسبه للابلكيشن بيلد، ده الورك شوب. وفي حاجه اسمها اوبجكت براوزر. ندخل بقى على الاس ال الاس كيو ال كومنتس، ودي اللغه اللي احنا اتكلمنا فيها، وقلنا ان دي لغه الاستعلام الرئيسيه، هي لغه الاس كيو ال. هنكبر شويه الخط بحيث ان هو يبقى ظاهر. يعني مثلا لو قلنا اول جمله ممكن نكتبها في جمل السيلكت، سيلكت ستار فروم امبلويز، سيلكت ستار فروم امبلويز، ونضغط على ران، يطلع لنا كل الايه، كل الموظفين اللي شغالين في الشركه، كل الامبلويز اللي شغالين في الشركه. دي اول جمله بنكتبها، سيلكت ستار فروم امبلويز. ستار دي اللي هي الحقول. طبعا احنا تعرفنا على الحقول المحاضره اللي فاتت. طيب لو قلنا دلوقتي سيلكت سالري فروم امبلويز، ايه اللي ممكن يطلع من حد من البنات يقول لنا؟ فعلا الحقل بتاع السالري اللي موجود، اللي هو العمود اللي هو ده السالري، عمود السالري بس اللي هو 2400، يعني اللي هو اوله 24000 ده. فلو عملنا ران دلوقتي هيجيب لنا الحقل بتاع السالري فعلا. فاطمه اللي قالت ولا مين؟ ايوه فاطمه جاوبت اجابه صحيحه. فعلا العمود الوحيد اللي هيطلع معانا هو جدول السالري لو اخترنا السالري بس. طيب هنشوف بقى معانا في الجداول، هنشوف بقى نمشي مع بعض في اللي هو الاوراكل من الاول تاني، ونشوف نفهم الحاجات القديمه اللي احنا سبناها قبل كده ما غطيناهاش. طبعا في قواعد البيانات واحد، هنغطيها في قواعد البيانات اثنين. طيب هنشوف مع بعض الاستراكشر العام بتاع جمل اس كيو ال، اللي هي سيلكت ستار. سيلكت ستار يعني اختار كل الاعمده او بعض الاعمده او عمود واحد او اكثر. فروم تيبل يعني من جدول معين. وير يعني بشرط ما، بعد هنشوف موضوع الشرط ما ده. اوردر باي يعني مرتب ترتيبا تصاعديا، ascending او تنازلي، تصاعدي او تنازلي، و ده الترتيب ممكن يكون بالترتيب ده. طيب نرجع تاني نختار من الجدول بتاعنا، هنختار كل، هنشوف مثال طبعا على كل الكلام ده. سيلكت ستار فروم امبلوي طلع لنا كل الايه، كل الاعمده من الامبلوي. وخدي بالك لما اقول وير معناها ان هو بيختار بشرط ما، شرط ما. وير مثلا ان السالري اكبر من او بيساوي مثلا 6000، اكبر من او يساوي 6000. طيب نشوف كده، انا عملت الشرط اهو، لما اقول وير سالري اكبر من او يساوي 6000 يبقى انا بفلتر الصفوف، ما بجيبش كل الصفوف، كل الصفوف دي لا، انا بجيب بس الصفوف اللي بتحقق الشرط ده. اما لما بعمل ستار بعمل كل الاعمده. فانا يعني انا دايما بحب اعمل ايه، اقول الموظف هاخد منه بس الفيرست نيم والسالري، طالما انا بتكلم على السالري يبقى الفيرست نيم والسالري كفايه بالنسبه لي قوي.
لو لاحظنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الناتج هو الفيرست نيم اهو زي ما احنا شايفين، والسالري تمام، وبعدين هنلاقي ان كل السالاريز اكبر من او يساوي 6000. فعلا كل السالاريز اللي موجوده اكبر من او يساوي 6000، بس انا عايز ارتب الناس دي على حسب السالري بتاعهم. ده مش مترتب لان في هنا 6000 وفي هنا 12000، فما فيش ترتيب. عايزين نرتب، يبقى نرتب ازاي؟ يبقى نقول order by salary. هنرتب باستخدام السالري. نشوف كده الترتيب، هنلاقي ان الترتيب ترتيب تصاعدي، هنلاقي ان الترتيب تصاعدي 6000 6000 وهكذا لحد فين، لحد ما نوصل للاخر. طبعا ممكن نعمل اكتر من رو، ممكن نخليهم 20 مثلا ونعمل رن، يجيب لنا 20. لا ما وصلناش للاخر، خليهم 50 نعمل رن، هيطلع لنا فعلا لحد اخر رو اللي هو 12008. اعتقد ان في اكتر من 50 رو، 200 بالظبط كده. اعلى حاجه اللي هو ستيفن بيقبض 24000، بيقبض 24000 كده مظبوط. احنا عندنا 57 ريكورد بيحققوا الشرط ده هوت اللي هو اكبر من 6000 والاوردر باي سالري. طب لو انا عايز ال 24000 ده اللي يظهر الاول اعمل ايه؟ قال لك في حاجتين اتنين، يا اما ترتب ascending وده الديفولت، يعني مفيش تغيير كده، مفيش تغيير. ascending يعني ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير، ده تصاعد. في ترتيب تنازلي اللي هو descending. descending يعني تنازلي. شوف كده، شوف كده النتيجه. بص خلي عينيك تحت على الفيرست نيم والسالري، رن. لاحظتي فيرست نيم والسالري، بدأنا بالكبير وننتهي بالصغير، يبقى ده تنازلي اللي هو الديسندنج. ديسندنج يعني تنازلي، فيكون بكده معانا الترتيب التنازلي والترتيب التصاعد. تمام. نشوف ايه بعد كده. شفنا كده الجملة، عرفنا ستار دي معناها ايه، وامبلويز والسالري والكلام ده كله شفنا. طيب وهنشوف موضوع الاليسز. سيلكت ستار كولوم الياس، دي هنشوف الالياس دلوقتي. فروم تيبل كونديشنز اوردر باي كولوم. اوكي كده تمام، كده غطينا الجزء الاولاني. طيب بالنسبه لجمل الاس كيو ال، مش هتفرق فيها الحروف الكبيره او الصغيره. ازاي الكلام ده؟ يعني انا لو كتبت سيلكت هنا كاني بكتب سيلكت كده، شايفين؟ لو كتبتها سمول وكابيتال مش هتفرق معايا، هتطلع نفس الناتج. حتى لو بعضها كابيتال وبعضها سمول، شايفين؟ هنشوف لا مش هتنفع، يا اما كلها كابيتال يا اما كلها سمول. سيلكت سمول هتشتغل معايا، سيلكت كابيتال هتشتغل معايا. تمام؟ طب خلينا كده نجرب التي على اساس ان انا ضامن انها في الاخر. شغال، امال ايه بقى؟ انا غلطت في الاولانيه. سيلكت مظبوطه. تمام. يبقى حتى لو شويه كابيتال وشويه سمول شغاله برضه. لو شويه كابيتال يعني حتى نفس الكلمه فيها جزء كابيتال وجزء سمول مفيش مشكله شغال. فطبعا في ناس بتحب تكتب كده كله كابيتال على اساس ان يبقى شكل الكتابه معروف ان دي كي وورد تبع الاس كيو ال. مثلا نوير برضه بيكتبها كابيتال كده. وانا شايف ان احنا المفروض نشتغل بالشكل ده. هنا وجاي انا هشتغل بالشكل ده عشان برضو تبقى عارفين ان دي تبع اللغه نفسها. اوردر باي دي تبع اللغه برضو. يعني المفروض ان احنا نكتبها كده. ونشوف كده ران، هيشتغل معانا برضو لانه ديسندنج يعني تنازلي برضو، ديسندنج تتكتب برضو كابيتال. تمام؟ فكده ايه يبقى افضل؟ هنشتغل على طول بالايه؟ بالكابيتال والسمول دي. ده اول ارشاد. تاني ارشاد اللي هو ايه؟ بنفصل ما بين الحقول بفصله، يعني لو عايزين اكتر من حقل بنقول فيرست نيم والفصله اهي والسلام. خدوا بالكم من موضوع الفصله ده، لان في ناس بتعمل سيمي كولون وحاجات غريبه كده.
ممكن نكتب جملة اس كيو ال واحدة في عدة سطور زي ما احنا عاملين. احنا فعلا عاملين جملة اس كيو ال في اكتر من سطر، ممكن نحطها في سطر واحد برضو هيشتغل معانا اهو عادي، نحطها في سطر واحد هيشتغل معانا مفيش مشكلة. في حاجة اسمها السيمي كولوم ممكن نحطها في الاخر لو عايزين ننفذ اكتر من سطر، ممكن تحطها وممكن تحط ما تحطهاش، هنا مش هتفرق كتير قوي يعني. تمام. الكلمات دي الكلمات اللي هي موجودة select from where والكلام ده ما ينفعش ان احنا يعني نستخدمها كاسماء او نستخدمها كاليسز او حاجة زي كده. بعد كده في نهاية الجملة ممكن نحط سيمي كولوم، ممكن نعمل برضو في SQL Plus بنفس الطريقة. طيب بعد كده في في جمل اس كيو ال، لو بصينا ان احنا معانا بيبقى في جدول اسمه امبلوي وجدول اسمه ديبارتمنت، و العلاقه ما بينهم زي ما قلنا العلاقه ان الديبارتمنت هو برايمري كي هنا، وبيبقى في جدول امبلوي فورين كي، يعني ايه مفتاح اجنبي، مفتاح رئيسي هنا في جدول الاقسام، مفتاح اجنبي هنا في جدول الموظفين. دي العلاقه ما بين الاثنين، واحنا قلنا العلاقه ما بينهم هي الوان تو من. شوف كده طبعا احنا اتعرفنا ازاي نعمل نعرض كل الحقول او نعرض حقل معين ونفصل ما بينهم بالفصله، اتعلمناها دي. نشوف بقى موضوع الاسماء المستعاره، ده المهم بقى يعني، ده يعني ما اتكلمناش فيه اصلا. خلينا نقول ان هو اكتر من سطر، لان لما تبقى اكتر من سطر بتبقى مفهومه اكتر. وبعدين نقول الالياس، يعني مثلا هنقول مثلا السالري، وعاوزين نشوف لو عايزين ندي حافز للموظفين، فاحنا بنقول والله احنا هندي الحافز للموظفين بناء على السالري بتاعهم، كل واحد السالري بتاعه مثلا كبير يبقى الحافز بتاعه جزء من السالري ده. فاحنا مثلا لو قلنا ايه او بوينت، هنخليها او بوينت او او 2، 2 من 1000 في السالري، هو ده الايه الحافز. بس انا مش كاتب حافز، انا مش كاتب كلمه حافز، ده انا كاتب 2 في السالري كانه عمود. فلو عملت ران دلوقتي شايفين المنظر عامل ازاي؟ مكتوب نفس الصيغه اللي موجوده فوق دي، بس انا الصيغه دي شكلها مش حلو هنا، لان انا عايز مثلا ايه، ده هيجي له 48 ريال وده هيجي له 17000، 48 دولار وده هيجي له 17000، هيجي له منه 34 دولار وهكذا. بس انا عايز اكتب ان ده الحافز، هنسميه سبيف كده حاجه زي دي، او نكتب از سبيف اللي هو الحافز. ف لو عملنا كده ران از سبيف دي، يعني هيشيل الجمله دي من هنا من الجدول دي ويحط كلمه سبيف اللي انا كاتبها هنا دي. نعمل ران كده ونشوف الناتج. invalid SQL statement، بلاش as دي، سبيف على طول، مظبوط. هيشيل كلمة ايه؟ هيشيل كلمة السالري في كذا ويحط لنا مكانها كلمة معبرة هي، عرفنا ان ده الحافز اللي احنا هنضيفه للموظفين. طبعا احنا لو لاحظنا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان في عمليات حسابيه موجوده اهي. لا، طب انا ممكن اعمل اي عمليه حسابيه، مثلا ممكن اعمل عمليات قسمه، اقول والله سالري على 1000 مثلا، سالري على 1000، القسمه تشتغل عادي. كل العمليات الحسابيه اهو 24000، فهيبقى 24 يعني مقسوم على 1000 وهكذا. فاحنا ممكن نعمل كل العمليات الحسابيه المعروفه هنا عندنا، نعمل قسمه، نعمل ضرب، نعمل جمع، نعمل طرح، نعمل الحاجات دي كلها. العمليات الحسابيه الرئيسيه ممكن نعملها معانا في الايه، في الاليس ده، بيسموه الاليس. اليس يعني
يعني اسم مستعار. إليس يعني اسم مستعار. ليه؟ لأن الاسم الحقيقي هو المفروض يكون ده، وده اسم مستعار مؤقت، يعني اسم مؤقت. تمام؟ ده بالنسبة للإليس أو الاسم المستعار. طيب، ده بالنسبة للاسم المستعار، وده مثال عليه إن إحنا بنقول طيب، في مثال حلو جدا اللي هو لو أنا عايز أكتب employees employee raise اللي هو الإضافة بتاعت الامبلويي. في الحالة دي لو أنا عايز أكتب الاسم المستعار كلمتين اتنين، لو أنا عايز أعمله كلمتين اتنين، يبقى لازم أحطهم في علامات تنصيص، لأن هو مش هيفهم إن دي حاجة ودي، أو إن الاتنين دول مع بعض، الكومبايلر مش هيفهم إن الاتنين دول مع بعض، فلازم أفهمه إن الاتنين دول مع بعض باستخدام علامات التنصيص. فلو عايز اسم المستعار زي كده في الأسماء المركبة، عبد ومسافة الرحمن، فكده دي أسماء مركبة. عايز أفهم الكومبايلر إن الاسم المستعار ده مركب، يبقى لازم أعمل له مسافة ما بين الامبلويي والإيه والريس. أستأذنكم ثواني. معايا بنات، فدلوقتي إيه لو عايزين نقول إن عايزين نقول إن طبعا الاسم المستعار يبقى فيه مسافة، يبقى لازم نعرف الكومبايلر اللي فيه مسافة باستخدام علامتين التنصيص. لو عملنا رن دلوقتي هنلاقي الامبلوي ريز مكتوب هنا، امبلوي ريز زي ما احنا شايفين. طيب ده الاسم المستعار، وازاي نستخدم الاسم المستعار في حالة لو فيه مسافة كمان. يعني لو فيه مسافة لازم العمليات الحسابية كلها مستخدمة معانا، قلنا عملية السالري على 100 ممكن نستخدم ناقص 100 أو ناقص 1000 ونشوف هيبقى الـ 24000 هتبقى 23000. لو عايزين نعمل إيه تاني، في قسمة وضرب وجمع، إن دي زائد دي فيبقى إيه الجمع، يبقى الـ 24 تبقى 25000. فده عمليات الحسابية كلها ممكن نعملها قبل الاسم المستعار بالشكل ده. ممكن ناخد أي، يعني مثلا من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا ممكن نعملها، ان احنا ممكن مثلا نعرف سن شخص، عمر الشخص بناء على تاريخ الميلاد بتاعه. فلو الكمبيوتر مديني تاريخ الميلاد كمثلا هنا عمود اسمه date of birth اللي هي DOB، فانا ممكن احسب عمره باستخدام date of birth دي، باستخدام العمليات الحسابية المعروفة اللي هي الستاندرد اللي هي نطرح سنوات وشهور، اكيد انتم سمعتوا عنها قبل، اللي هي لا اللي هي بتطرح تاريخ من تاريخ، بيبقى فيها عمليه شويه معقده، لو استلفت من الشهر يبقى خدت 30 يوم للايام، مش عارف الكلام ده. فدي ممكن تتعمل هنا في عمليات حسابيه واحسب بيها العمر. مثلا لو واحد مديني وزنه وعايز اعرف مديني وزنه وطوله، يعني الموظفين كلهم اوزانهم واطوالهم موجوده، عايزين نحسب البادي ماس اندكس اللي هو كتله الجسم، هل عنده سمنه، عنده سمنه مفرطه، بحيث ان احنا جوه الشركة يكون في تعامل مع الناس لو في مشكلة في السمنة والحاجات دي. فبرضو ممكن الحاجات دي كلها حسابات ممكن تتحسب مع عندنا باستخدام العمليات الحسابية الرئيسية. فدي فايدة العمليات الحسابية الرئيسية بتاعتنا. وبالنسبة طيب لو عايزين نحسب لو دي حاجه جميله برضو، مثلا مثال عليها ان احنا عايزين نحسب اللي هو الانوال سالري. ايه الانوال سالري؟ انوال سالري اللي هو السالري السنوي، ده الشهري، فاحنا عايزين السنوي يبقى كام، فهنضرب السالري في 12 شهر، يعني يدينا السنة. فنشوف الران كده فيدينا الايه الراتب السنوي هنا معانا لانه مضروب في 12. يبقى احنا كده برضو استخدمنا العمليات الحسابيه واستخدمنا الاليس عشان نقول ان السالري ب 12 هو الانوال سالري بتاع الموظف. ايه تاني ممكن نعمله في العمليات الحسابيه؟ لو فرضنا ان في
عمليات حسابية في حاجة اسمها operator precedence. يعني operator precedence يعني في أولويات في التنفيذ. يعني أولويات برضو في التنفيذ، يعني لو فرضنا إن إحنا عندنا عملية جمع وعملية طرح، عملية ضرب، عملية الضرب اللي هتتنفذ الأول. يعني هناخد مثال على كده، لو قلنا مثلا 12 في 12 زائد 10 دي يطلع كام؟ هيطلع هيضرب السالري في 12 الاول وبعدين يزود 10، مش هيجمع ال 12 على 10 الاول وبعدين يضرب في السالري. لو انا عايزه يعمل كده يبقى لازم اعمل قوس، اعمل كده اقول له والله ده انا عايز اجمع ال 12 على ال 10 الاول وبعد كده اضربهم. في الحاله دي استخدم الاقواس. فيه قاعده في قاعدة البريزيدنس اللي هي ملتيبليكيشن ملتيبليكيشن ام دي ام داس تقريبا ام داس ام داس لا انا مش فاكر ال هنقولها احنا معنا النت اهوت ده اوبريتور بريزيدنس ويكي order of operations بيمداس بيمداس تقريبا عايز افتكر الاسم بيمداس فعلا بيم بس بيم اللي هي ايه سيكوز في ام ملتيبليكيشن ديفيجن مال البي والاي البي والاي البارانثيسيس والاي اللي هي بالنسبه للبيم داس اللي هي دي مصطلح محفوظ عند الناس في امريكا، يعني ان لو حبينا نحفظ الترتيب بتاع العمليات ترتيب الاولويات اول حاجه البارانثيسيس اللي هي الاقواس، بعد كده الاكسبوننتس اللي هي الاي اللي هي الاس الاسس بتتنفذ الاول، بعد كده المالتيبليكيشن، بعد كده الديفيجن، بعد كده الاي الاديشن والاي والاس اللي هي السبتراكشن اللي هي الطرح. تاني البيم داس دي انا بحفظ البيم داس وما اتلخبطش، لو اتلخبطت في البريزيدنس اقول والله افتكر البيم داس على طول اعرف ان اول حاجه الاقواس بتتنفذ، بعد كده الاس او الاسس، بعد كده المالتيبليكيشن، بعد كده اللي هي المالتيبليكيشن اللي هي الضرب، والديفيجن اللي هي القسمه، والاديشن اللي هي الجمع، والسبتراكشن اللي هي الطرح. ده الترتيب بتاع الاولويات، ترتيب الاولويات بتاع العمليات الحسابيه. فالبيم داس دي معمول لها جمله ظريفه جدا، بليز اكسكيوز ماي دير انت سالي، بليز اكسكيوز ماي دير انت سالي، ده اللي هو جمله كده لو انتوا اتلخبطتوا فبتحفظوا بليز اكسكيوز ماي دير انت سالي، وبعد كده بيم داس دي هي البدايه بتاعت كل جمله. يعني البي اي ام اي دي اللي هي دي، بعد كده اي اللي هي اي، وبعد كده اس اللي هي سالي اللي هي اخر واحده. فدي الجمله اللي بيم داس، يعني انا طبعا لان بقى لي فتره ما قلتهاش فكويس ان احنا جبناها على طول من الويكي عشان نتذكرها مع بعض. فكل العمليات الحسابيه ممكن مثلا سؤال يجي كده يقول مثلا ايه، انا هسالكم اهو دلوقتي على الناتج بتاع العمليات الحسابيه دي، هسالكم دلوقتي على ناتج العمليات الحسابيه دي. مثلا لو قلنا 3 زائد 2 في 5 ناقص 10 على 2 الناتج يكون كام؟ الناتج يكون كام؟ 8 بالظبط كده. فاطمة برضو اللي قالت؟ لا أفنان ماشي أفنان ممتاز. فعلا الناتج 8. ليه؟ لأن احنا هنضرب الاتنين في 5 هيطلع 10، ونقسم العشر على 2 الأول فهيطلع لنا هنا 5، و10 ناقص 5 بيساوي 5، زائد 3 بيساوي 8 بالظبط كده، يساوي 8 مظبوط يا أفنان ممتاز. فكده ايه كده تمام، دي اللي هي الاوبريتور بيسموها الاوبريتور بريزيدنس، الاولويات بتاعه التنفيذ.
Please excuse my dear Aunt Sally. ما تنسوش الجملة دي. Please excuse my dear Aunt Sally. طيب. آخر حاجة النهاردة هناخدها ويبقى خلصنا محاضرة النهاردة. بالنسبة للعمليات الحسابية. بالنسبة للعمليات الحسابية. لو حبينا طبعا اللي هي الأولويات. ال 12 في السالري زائد 100 طبعا هيضرب ال 12 في السالري الاول وبعد كده يجمع عليهم 100. اما هنا لو انا عايز اجمع ال 100 الاول هحط ال 100 في القوس يبقى سالري زائد 100 ونضرب بعد كده في ال 12. طيب كده نكون خلصنا محاضره النهارده. اشكركم ولو في اي استفسار.